فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله عز وجل في سورة البقرة من الآية 11 بعد 100 إلى 13 بعد 100، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. بعث الله عز وجل النبي موسى عليه السلام برسالة وشريعة امتدت عبر القرون وعبر الزمن وصار لها أتباعها. ثم بعث الله عز وجل النبي عيسى عليه السلام برسالة تبث الروح في أتباع الرسالة الموسوية بعد أن قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة نتيجة مرور هذا الزمن الطويل الذي ابتعدوا فيه تدريجيا عن حقيقة الرسالة وعن حقيقة الشريعة الموسوية. إرسال النبي عيسى عليه السلام ما كان بهدف إلغاء الرسالة الموسوية وتسفيه الإيمان بها. يقول الله عز وجل في سورة المائدة في الآية 46 وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا، ليس مسفها للرسالة السابقة ولا للأنبياء السابقين ولا للكتاب السماوي السابق، مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا. يعني هذا الإنجيل أيضا كما عيسى عليه السلام مصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إذن النبي عيسى عليه السلام كان مصدقا للرسالة السابقة وللتوراة، يعني ليس مسفها لما فيها. الآن بغض النظر عن مسألة التحريف أصل الكتاب السماوي، وكذلك التوراة الإنجيل جاء ولم يلغي التوراة بحيث يسفه ما في التوراة بحيث أنه يلغي التوراة، وإنما جاء مصدقا. بل إن تكرار التصديق في الآية القرآنية مصدقا ثم مصدقا مرة أخرى لربما إشارة إلى أن ما جاء به عيسى لم يكن فيه شريعة غير الشريعة الموسوية. نحن نعرف عندنا شريعة الإسلامية، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيها بعض الأحكام والتفاصيل تختلف عما كانت على عهد موسى من حيث التفاصيل، من حيث بعض الأمور كطريقة أداء، وإلا كعناوين رئيسية وتكاليف وحرام وحلال هو شيء واحد تقريبا. عيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة أصلا إلا ما استثني ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فقط. فالنبي عيسى عليه السلام إذن صدق بالرسالة السابقة وبالكتاب السابق والإنجيل كذلك. لكن على الرغم من كل هذه الحقائق إلا أن أتباع الرسالة العيسوية ادعوا أنهم وحدهم الذين يمثلون الحق
المطلق وليس عند اليهود عند أتباع الرسالة الموسوية أي شيء من الحق. ولذا فإنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ومن قبل كفر اليهود كفر أتباع الرسالة الموسوية بنبوة عيسى عليه السلام إلا من استثني منهم وأصبح من النصارى من المؤمنين بعيسى، إلا أن الغالبية كفرت برسالة النبي عيسى عليه السلام ونبوته وبالإنجيل، وادعوا أنهم وحدهم الذين يمثلون الحق المطلق، وبالتالي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، إلا أن من كان يهوديا من أتباع الرسالة الموسوية، وأما النصارى فلن يشموا ريح الجنة. طيب، الآيات القرآنية التي تلوناها تأتي لتصحح وتبين بعض الأمور. أولا، هي تستنكر تقسيم الناس إلى الجنة والنار، هذا ليس من شأنكم. توزيع الناس على الجنة والنار هو بيد الله عز وجل وحده، ليس بيد أحد أن يوزع الناس أيا كانوا أن يوزعهم على الجنة والنار. وأن ادعاء اليهود بأنهم وحدهم من أهل الجنة هو مجرد أماني، مجرد أوهام باطلة، تخاريف، هي أفكار شخصية لا تمثل لا الرسالة ولا تمثل كلام الله ولا تمثل الكتاب السماوي. وهكذا ادعاء النصارى بأنهم وحدهم الذين يكونون من أهل الجنة هي أمنيات باطلة، أوهام لا جاءت بها الرسالة العيسوية ولا جاء في الإنجيل. ثم فندت الآيات القرآنية الثلاث، فندت الأفكار المتعلقة بمسألة تسفيه الرسالات السابقة، واعتبرت أن هذه الادعاءات هي مجرد هلوسات. عندما تسفه الرسالات السابقة هي مجرد هلوسات، أفكار إنسانية لا تمت إلى السماء بصلة. واستنكرت أيضا الآيات صدور مثل هذه الأقاويل من الطرفين في الوقت الذي كل طرف فيه يتلو كتاب الله، كأن الله يقول لهم ارجعوا إلى توراتكم، هل هي علمتكم هذا الشيء؟ أن توزعوا الجنة والنار وأن تسفهوا الرسالات السماوية؟ أنتم أيها النصارى ارجعوا إلى إنجيلكم، هل وجدتم فيما أنزلته على عيسى شيئا من هذا كي تسفهوا تلك الرسالات السابقة وتوزعوا الجنة كيفما شئتم؟ لن تجدوا شيئا من هذا القبيل. وبالتالي ما دمتم تتلون الكتاب وتقولون بغير الكتاب، فإما أنكم تتلونه بلا تدبر، وإما أنكم تفسرونه كما تشاءون وفق أهوائكم لا وفق ما يريده الله عز وجل. ثم تقول الآيات: وما حال اليهود والنصارى في ادعاء كل منهم أنه يمثل الحق وحده المطلق وتسفيه ما عند الآخر إلا كحال المشركين من قريش عندما سفه رسالة نبينا صلى الله عليه وآله، وقالوا بأن هذا الكتاب المنزل عليه ليس بشيء، وادعوا أن ما جاء به النبي إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا الباطل الذي قالوه شبيه بالباطل الذي أطلقه اليهود في حق رسالة عيسى وكتاب عيسى، وما أطلقه النصارى في حق رسالة موسى وكتاب موسى. أما القاعدة، الآية تقول بلى، ما هي القاعدة الصحيحة؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل إنسان يعيش هذه الحالة يسلم أمره إلى الله ويكون صادقا في علاقته بالله في إيمانه بالله ويحسن من خلال العمل الصالح، هذا يكون أجره على الله وليس عليه خوف ولا حزن، لأنه يكون مرضيا عليه من قبل الله عز وجل بغض النظر عن انتمائه أو العنوان الذي يحمله من هذا الدين أو ذاك الدين. إن كان صادقا في إسلامه لوجهه إلى الله وكان محسنا مع ذلك بغض النظر، المسألة تعود إلى الله، والله يقول أني أرضى عن هذا الإنسان ولا خوف عليه. إذن الآمنون يوم القيامة حسب الآية هم الذين يسلمون وجوههم لله في الإيمان والعبادة والعمل الصالح، فلا ينطلقون في إيمان إلا إذا كان ينسجم مع وحي الله، ولا يدخلون في عبادة إلا من خلال تجسيدها للمعنى الحق لعبودية الإنسان لله، فلا يشركون بعبادته غيره ولا يعبدون سواه. هذه الآيات الكريمة وإن كانت تتحدث عن اليهود والنصارى، وإن كانت تلوم اليهود والنصارى والمشركين أيضا، إلا أنها تتضمن أيضا رسالة ضمنية إلى المسلمين أن لا يقعوا في ذات الخطأ، أن لا يقسموا الجنة والنار على من شاء، أن لا ينسبوا أن الجنة ليست إلا لأتباع الرسالة المحمدية. فهناك من المؤمنين في زمن ما، الله أعلم بحقيقة الناس بأحوال الناس، هناك من المؤمنين الصالحين المحسنين في أي زمن يتقربون إلى الله عز وجل، يعبدون الله وحده لا شريك له، حين ذاك يرضى الله عنهم أي تحت أي عنوان كانوا. المسألة تعود إلى الله، فلا تقسم الجنة والنار هنا وهناك، ولا تكرر خطأ اليهود والنصارى والمشركين بتسفيهما عند الناس، لا تسفه رسالة عيسى عليه السلام، لا تسفه الرسالة التي ينتمي إليها النصارى. نعم عندهم أخطاءهم، عندهم تحريف اللي حصل، البدع اللي حصلت، لكن أصل الرسالة ما تستطيع أنت أن تسفهها. ولا تسفهوا ما عند اليهود، لأن أصل الرسالة هي من عند الله عز وجل، وليس من حقك أن تسفه رسالتهم ودينهم شريعتهم. وبدلا من ذلك فليسعى المسلمون إلى إقامة مجالات للحوار والنقاش والانفتاح عليهم، بحيث أن نوصل إليهم حقيقة الإسلام ما هي، وما هي نظرة الإسلام إلى هذه الأمور. فلربما اهتدوا، ولربما خففنا من حالة التشنج التي تحكم العلاقات بين أتباع الرسالات السماوية المختلفة، وبالتالي تحقق التعايش السلمي. التعايش السلمي أيها الأحبة، التعايش السلمي هدف من أهداف خلق الإنسان، لتعارفوا. لا يريد الله الحروب، لا يريد الله القتل، لا يريد الله إلغاء الآخر، بل يريد التعايش السلمي، وبالفكر وبالحكمة نوصل رأينا إلى الآخر حتى نؤثر عليه إلى الاتجاه الصحيح. وبالتالي كما قال لهم ارجعوا إلى توراتكم وارجعوا إلى إنجيلكم، هو يقول لنا ارجعوا إلى قرآنكم، هل تجدون في القرآن شيئا يسفه من خلاله الرسالة الموسوية أو العيسوية أو التوراة أو الإنجيل؟ ليس في التوراة والإنجيل في القرآن الكريم إلا الحق والهداية والنور، هذه هي صفات الكتب السماوية السابقة. نعم كان يقول ويل للذين يكتبون بأيديهم، يحرفون، يضعون من عند أنفسهم كلمات ينسبونها إلى الله، يفترون بها إلى الله، هذا موضوع آخر، لكن أصل الرسالات علينا احترام أصل هذه الرسالات. وهذا أيضا ما يجب أن يفهمه المسلمون الذين يتلون القرآن،
الذي يؤمنون به جميعا ولكنهم يكفر بعضهم بعضا، المسلمون في داخل الدائرة الإسلامية يكفر بعضهم بعضا ويسفه بعضهم بعضا، بحيث أن هذا أتباع هذا المذهب يقول ليس عند المذهب الآخر من شيء، وأتباع هذا المذهب يقول ليس عند المذهب آخر من شيء، وهم يتلون الكتاب، وهذا خطأ. ويسفه بعضهم بعضا ويحكم بعضهم على الآخر بالمصير في الجنة أو النار، وما هذا إلا نتاج التلاوة الخالية من التدبر أو التلاوة مع التفسير الموجه من خلال التعصب واتباع الهوى، بسبب افتقاد المسلمين إلى الروحية التي تضفي على الخلاف جوا من السعي إلى الحقيقة للوقوف معها مهما كانت النتائج، بعيدا عن كل تعصب وتعقيد، ولأن ما تبذل من جهود للتخفيف من ذلك في إطار المؤتمرات الموشحة بالكثير من المجاملات والعناوين الرنانة والمضامين العاطفية، بعيدا عن أي خطابات شعبية عامة تصحح مفاهيم الناس وتهذب أفكارهم وسلوكياتهم وتتحول إلى خطوات عملية ملموسة تخفف من وطأة كل هذا الشحن الطائفي الذي لا يعبر سوى عن جهل بالقرآن وحقائق القرآن، ولا يعبر إلا عن أمنيات باطلة ستنكشف حقيقتها في الآخرة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.